انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع لثاني أشواطي هذا الصباح في هذا السباق الخاص، سباق الحلفة لسن الفطامين على أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور، أحد أفرع وأذرع المرموم بيدانة الدنيا دبي. شوطنا الثاني شوط خاص بالجعدان، نتمنى التوفيق للجميع في مسافتنا المعتادة والمقررة وهي الكيلو ونصف الكيلو، الصدارة والبداية والمقدمة. وأرى هناك شاهين اللي قاد المجموعة لعلي بن سالم بن شطيط الوهيبي، شاهين مع المركز الثاني علي بن سعيد بن علي العمري، المركز الثالث تحديات شاهين للسهيل بصويح بن علوبة العامري، وعلى هو المركز الرابع يصل ايضا شاهين لحمد بن حميد بن سلطان بن كديده الفلاسي. بينما اذا انطلقنا مع المركز الرابع، مع المركز الرابع ارى التقدم في هذه اللحظات من الجانب الاخر، انطلاقه شاهين حمد بن سيب بن بطي بن غراب الاكتبي يتقدم بدوره على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجه، هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمس المتقدمه في أول أشواط الجعدان في تحديات هذا الشوط. نعود مع الصدارة، مع البداية والمقدمة، وأرهني شاهين على رأس الحربة منذ البداية. علي بن سالم شطيط الوهيبي يقدم تحديات شاهين، يلي مع المركز الثاني شاهين علي بن سعيد بن علي العمري، المركز الثالث شاهين سهيل بن صويح بن علوبة العامري، ولكن ارصد لي القادم شاهين للسلطان بن أحمد بن محمد بن غدير المزروعي بأول لدى. يتدخل المزروعي بهذا الانطلاق، يعلن الهجوم في اللحظات الأخيرة وجولة الأوامر. أصبح الثلاثية على مقدمة هذا الشوط بالتقدم شاهين علي بن سالم بن شطيط الوهيبي، ولكن شاهين شعار المزروعي سلطان بن أحمد بن محمد بن غدير المزروعي. اللحظات الأخيرة، التحديات المثيرة، ما شاء الله دخول جماعة بن حيلل لأعضاء خط النهاية. المركز الثاني الثالث جاء أيضا شاهين لعلي بن سعيد العمري، المركز الرابع يصل شاهين لعبد الله بن سعيد من طارش المسافري. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة. التوقيت الزمني 2:13 هو توقيتي هذا الشوط، والدخول الجماعي ما بين أيضا شاهين بشعار سلطان بن أحمد بن محمد بن غدير المزروعي وشاهين لعلي بن سالم بن شطيط الوهيبي.